سر تصدمهم وتؤكد ما عزموني. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع اليوتيوبر غاز مروان وسارة الوراه اللي تفاعلوا بمجموعة من الاستوريات على السناب شات من فعاليتهم في آخر مدينة إلهم بالنرويج. واو حتى هون واو والله حلوة. أول مرة بشوف شركة نفط عندها مطيطة. تبي توع أبوزك يا بنتي. واو نمر إلى نارين بيوتي وشيرين اللي كشفوا مجموعة من المعلومات والحقائق عنهم من خلال فقرة الأسئلة اللي قاموا بها على السناب شات. In your name, what would it be? أنا؟ إيه تحب اسمك ما تغيري. لا كنا رح نسمي شيرين نتاليا على فكرة هي صغيرة. ما بعرف في كتير عندي أسماء مسيفتهم بس لأولادي يعني. يعني؟ لا ما رح تقولي خلاص ما تقولي هذا بيسبوا ولادهم بيسبقوكي. ايه لا سوري لا. دوري. What's the story behind one of you? شو هو لا بكير شو القصة وراء شي من جروحاتك؟ هلا انسوا جروحات القلب حطوها على طرف. في عندي مستحيل شو انه اكثر شخص ساركاستك بالعالم. في عندي شايفين هاي الكت الجاي هيك شايفتيها؟ في عندي كت هون هيك سيك بست. هاي رحت اشتريت مرتدلكي وما اكلت المرتدل. لا نمر الى لايف سارة اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات على صفحتها بالانستغرام. سألها الجمهور ليش ما كانت متواجدة في ايفنت دبي اللي كان متواجد فيه العديد من شلة دبي. ردت سارة على هذا السؤال انه هن ما عزموها. ايضا سألوها عن هل هي مرتبطة ونفت سارة هذا الخبر. وايضا الجمهور سألها انه امتى رح نفرح بخطوبتك. اترككم على استوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you